الحب والود والحنيه يعني خلاص بقى اتعرفوا وتمام التمام وترستقنا يعني. هو قرار زي قرار استبعاد كهربا ده بياكد ان الراجل خلاص ابتدى يحط ايده. عارف انه رفض تماما فكره انه يوم واحد مظبوط من عقوبته تقل. مظبوط. هو الراجل هو بس سيد عبد الحفيظ هو الراجل واداره النادي وهو اكيد على 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 اتصال دائم. ازيدك من الشعر بيت. اتفضل. حتى في اداره النادي قال لك لو يعني القرار انتقص منه ساعه يبقى كان القرار كان لم يكن يعني. بالظبط. ما كانش في اي فكر يعني. حتى هو الموضوع في الموضوع في ايد كهربا يا كابتن شوبير. الموضوع مش قصه ثانيه. بالظبط. نعم. فالراجل من الواضح ان هو خلاص بقى عارف انا عايز ايه من لعيبتي وعارف امكانيات كل لاعب. الماتش ده انا محتاج الشكل الفلاني، الماتش اللي بعده انا محتاج الشكل الفلاني، ولازم لازم الاهلي يبقى له شكل ثابت في الملعب. تمام. انت نهيت الماتش بتاع الاسماعيلي بشكل معين في الملعب وحققت النتيجه اللي انت عايزها، رحت ضد فيتا كلوب لعبت بنفس التشكيل حققت النتيجه اللي انت عايزها. صحيح. فده تطور انا شايف ان هو ممتاز. يعني انت شايف انه مساله تاهل الاهلي من وجهه نظرك احنا بنتكلم ان في احتمالات كمان لاستبعاد سيمبا. يعني في احتمالات لاستبعاد سيمبا طبعا لان الشكوى بتاعت المريخ واضحه. في تحقيق. والموضوع هيتم دراسته بشكل جدي جدا من الكاف لان الشكوى واضحه من المريخ ان في تلاعب في نتائج تحاليل كورونا. فبالتالي لو في النهايه المريخ عارف يثبت ان فعلا شكواه بالمستندات ان فعلا اللعيبه دي لم تكن مصابه وان سيمبا تعمد تزوير النتائج فخلاص سيمبا اوت. واضحه جدا.